طبعا اول شيء هو التحدي، يعني اللي انا شخصيا بديت اتسلق الجبال لاني تحديت شخص واحد ما اعرفه قال لي ما تقدر تتسلق جبل ايفرست، وغرس فيني روح التحدي، قلت لا راح اطلع الجبل هذا. فاول شيء خلاني اتسلق الجبل هذا هو روح التحدي. رقم اثنين هو جانب انساني، انا اتسلق ليؤدي الخير نحو اسيا وانا سفير نوايا الحسنه لهم، فاعرف ان ما انا اتسلق جبل ما اتسلق لنفسي، لا اتسلق لملايين من الاطفال اللي راح ان شاء الله يستفيدون من التعليم من اياد الخير نحو اسيا. وبعدها طبعا لدولتي، وبعدها لاهلي ولنفسي. فهالدوافع هذه كلها اللي تخليني او تدفعني اني اوصل مش بس لقمه ايفرست، لكن لاي قمه احطها لنفسي. طبعا العوائق موجوده كل يوم بحياتنا، الواحد سهل انه يلاقي الف عذر انه ما يتسلق او يرجع، ولكن الواحد لازم يلاقي من داخله انه يلاقي سبب انه ايش يخليه يواصل، مش ايش اللي يخليه يرجع. رسالتي انا للشباب رساله واضحه وبسيطه، ان كل واحد لازم يحط له هدف بحياته ويطمح للاعلى، يعني ما يحط له هدف صغير، يحط له اعلى هدف ممكن يوصله، ولازم يثابر ويطمح انه يوصل للهدف هذا ويوصل ان شاء الله. اول شيء الواحد لازم يلاقي الدعم من نفسه، لازم هو حاب الشيء هذا، ما ينتظر الناس انه يشجعوه انه يوصل مكان. ورقم اثنين يلاقي الناس اللي حواليه، يخلي الناس اللي حواليه الناس اللي يشجعوه ويدعموه لوصول لهدفه، مش الناس اللي يخلوه يأس من وصوله للهدف.